3 2 1. انا لما نسيت المقابله كان كله بالانجليزي بالعربي نسيت. 1 2 3. انه درجه الحراره تحت الصفر فلا تتوقع انه ممكن اقول الحقيقه في اي شيء. صوتي واضح كذا اوكي تك يا استاذ كذا حبيبي ها جو هيد. الأفلام تعتبر جزء كبير من تاريخ وثقافة الشعوب، وعلى مدار أكثر من قرن قدرت الأفلام أنها تصير وسيلة ترفيهية للمجتمعات المعاصرة، وغير كذا ألهمتنا بأفكارها العميقة تحت إطار التفاعل الإنساني. لكن الأفلام مو مجرد وسيلة ترفيهية، الأفلام قادرة أنها تغير نظرتنا عن العالم. طريق الوادي عالم، أنا شخصياً أحب أني أكتشفه، عالم مختلف عن عالمنا، كاركترات جديدة، أماكن جديدة، ألوان جديدة، ملابس جديدة، موسيقى جديدة. كنت أتمنى أني أشوف مثل هذا المحتوى بلغتي بلهجتي، في ثوبي وشماغي فيه ما كان موجود، فبالتحديد طريق الوادي كان يخدم الطفل اللي داخلي، الركان اللي عمره 8 سنوات اللي جواي يخدمه، ففي مصلحة شخصية تقدر تقول. ما كنت متوقع أن بتصل بالنص لهالدرجة، لأن في أكثر من لمسة أو أكثر من تفصيل يعني صار لي في حياتي أنا الشخصية، وكان مكتوب تقريباً بالنص بالضبط في السكريبت. الصدفة أن جيت وصارت لي يعني هذه التفاصيل دقيقة بالضبط معي في حياتي الشخصية، شيء ما كنت أبداً متوقعة، هو اللي يمكن خلاني بعد أتمسك شوي زيادة بالرول اللي أنا فيه. هيا بنا هيا هيا بنا هيا هيا بنا هيا هيا بنا هيا بنا هيا هيا بنا هيا هيا بنا هيا هيا بنا. كات 1. تجارب الأفلام قادرة أنها تجمع الناس مع بعض وتخلق إحساس من الانتماء المشترك، وأكيد ما ننسى الأثر اللي تتركه الأفلام على ثقافتنا سواء بأزياءنا وموسيقتنا وحتى لغتنا. الأفلام السينمائية ما هي مجرد وسيلة ترفيهية وبس، هي فن مؤثر قادر على تغيير العالم. يا رجال أنا الله ما رزقني ولا الله رزقني واحد مهبول خبل، الورع هذا فضحنا، أمس لاعبين في حوش الغنم واليوم مقطع أسلاك المسجد. تراه ولد قليل صح ما يعي، لازم يتعدب، مجنون لازم يتعالج. كأبو جالس شوف أنا تعمل معيالي كيف، هل أنا نفس الوضع، هل أنا مقصر، من عارف كيف أتفاهم معاهم. ترى كان في شيء مرة عميق في الفيلم، وخاصة اللي أبو وعنده طفل، فيبدي يشوف هل أنا فعلا نفس الأبو بالفيلم، هل أنا مقصر، من عارف كيف أفهم ولدي، أضرب الحين طفشني يسوي أشياء بس أنا ماني فاهمة. وبالأخير لما فهمه كانت هذه أعظم رسالة بالنسبة لي أنا. أول ما عرفت أن القصة فيها طفل عنده مشكلة في الكلام ومشكلة في التواصل مع الآخرين اللي ما يعرفونه، على طول عرفت أنه أوكي let's do this، لأنه فيها جانب مني. كمشاهد أو كأب لما تناظر فيلم مثل زي طريق الوادي لازم تضع نفسك في نفس الحدث ونفس الموقف علشان تستوعب. أنا صراحة بعد ما طلعت من الفيلم أو بعد ما شفت الفيلم غير فيني أشياء، صرت أنا أنزل لمستوى ابني ولمستوى عقله ومستوى فهمه علشان أنا أقدر أفهم وأقدر أتعامل معه. ممتاز، يلا يلا ندوب. تعتبر السينما عمل جماعي يتطلب مواهب ومهارات كثيرة من المبدعين اللي يشتغلون مع بعض لغرض إنتاج عمل فني واحد، من مرحلة ما قبل الإنتاج وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج. في كثير من الأدوار والمسؤوليات اللي يتم الالتزام فيها عشان نصنع فيلم ناجح، ولكل شخص من هالمبدعين مهام ومسؤوليات أساسية لإنتاج أي فيلم. كنت أقول خالد وأقول للفريق لا أحد يجيني في المكتب كلير إيمج إلا وهو مغسول وجاهز برا. كنا نروح ونتكلم معهم ونقنعهم انه احنا ظروفنا اصعب ظروف واوضاعنا اسوأ اوضاع، لكن عندنا يعني هدف ولو حققناه احنا فزنا على الجميع، ان نسوي ماستر بيس وراح نسجل اسمنا في التاريخ من خلال هذا الفيلم.
فكان اللي يرضى بالظروف هذه ويرضى بالإمكانيات هذه هو اللي كان مؤهل يجي جسمعنا على طاولتنا في كلير إيمج. فكلهم جو جاهزين، عندهم هذا الشغف، عندهم نتشارك الجوع الفني. أنا فخور جداً بالجميع الناس اللي اشتغلوا معانا في فيلم طريق الوادي، وأحييهم جداً على أنهم أخذوا روح المغامرة والتجربة أن بودهم يتواجدون في هذا العمل، وإن شاء الله ربي ما يخيب ظنهم، وإحنا إن شاء الله ما نخيب ظنهم، نطلع بنتيجة تليق فيهم أولاً قبل ما تليق بالسينما السعودية أو تليق بالجمهور السعودي. لازم تليق في الناس اللي تعبوا هنا والناس اللي اجتهدوا طول الشهور هذه اللي فاتت، وإذا كانوا هم مبسوطين من نتائج العمل أنا راح أكون مبسوط، وحتى زملائي في كلير إيمج والناس اللي اشتغلوا في الفيلم بيكونوا مبسوطين إن شاء الله. حلمي كان إنه إحنا نسوي أفلام، ننتج أفلام هنا في السعودية بكوادر سعودية وكوادر داخلية، ونسوي شيء يعني يبرز هويتنا إحنا وشكلنا إحنا، ما نأخذ حاجة من برا ونترجمها للسعودي ولا العربي، لا، أشياء إحنا نسويها بيدنا إحنا. وأي أحد يبغى يشوف a good quality film production في السعودية لازم يجي يشوفها هنا عشان تعرف how films are made. مرحلة الكتاب تعتبر مرحلة الكتابة هي أولى الخطوات وأكثر أهمية لإنتاج أي فيلم، فيها يتم خلق فكرة الفيلم وتطويرها وكتابتها، ويعتبر السيناريو خريطة الفيلم اللي يمشي عليها الجميع. ومن مرحلة كتابة السيناريو يتم تحديد جودة الفيلم وإمكانياته، وإذا كانت جودة السيناريو جيدة فهو قادر على جذب الموهوبين والمبدعين للعمل في الفيلم، وقادر أن يأسر ويشد انتباه الجمهور. تطوير القصة، دخول كتاب وفريق كتابة في القصة يعطيها نوع من الديبيت، أنه أقنعني ولا أقنعك، طيب أنا بخيالي أبغى كذا كذا كذا، أنت ككاتب شو رأيك؟ أنا أشوفها ما تركب. ليه؟ لأنه قبل صار كذا وبعدين راح يصير كذا. فالاستمرارية في طرح القصة ولا السرد القصصي مهم جدا. مشاركة كتاب لازم يكونون متفاهمين معك بنفس اللغة بنفس الفيجن، يشوفون أعمال أنت قد شفتها ويحبونها، يقرون كتب أنت تقرأها ومعجب فيها. فاللغة واحدة، ما يعني أنت ما تقعد تتكلم مع كاتب تتعلمه عن مبادئك وقيمك وعن الفيجن حقك، لا، هو فاهم لأنك أنت تشبه له بكل شيء، تشبه له بالاهتمامات، في تشارك بينك وبينه بأشياء كثيرة. فالهدف الأساسي أنه لما خلاص السكريبت كان جاهز ودخلوا الكتاب محمد البارقي ويونس البطاط، كيف نجعل من هذا سكريبت إنه يكون فيلم كويس مثلا؟ أول مرة قدم الفكرة وقلنا شكراً يعطيك العافية وخلاص. بعدين قعدنا نطالع في الأفكار الثانية يعني المشاريع الثانية اللي كانت موجودة عندنا. كل ما نقرأ أشياء مشاريع الثانية ونقرأ السيناريوهات نرجع لطريق الوادي. يعني هو كان موجود هناك بس قلنا خلينا نشوف بعدين نرجع له، لأنه هو شكله السهل الممتنع يمكن ما ينفع، بس كل ما نقرأ نشوف أشياء ما هي ممتعة ولا ما هي جذابة، بعدين نرجع لطريق الوادي. في الأخير قلنا كنسل كل شيء وأرجع لطريق الوادي، خلينا نكلم خالد. كان طريق الوادي مختلف جدا. أول ما قريتها قلت الفكرة مجنونة، الفكرة هل هو مؤمن فيها؟ قلت الإيمان كان جميل، وكان حسيت في التريتمنت والقصة نفسها إن في قصة راح تنقال من هذا الشخص. فقلت أوكي رحلة مجنونة، فكنت قلت ليش لا، خل نروح معهم. خالد فهد الله يعطيه العافية، تقابلت أنا وياه في الإمارات، كنا شغالين على مشروع سوا، وكان يقص لي قصة طريق الوادي وكنت أسمع وأشوف. أنا حتى أتذكر كنا دائما وحنا نسولف أنا وخالد نقول تشوف وش تشوف، قاعدين نشوف نص بس إن إحنا كنا نشوف الصورة. فكان يقول لي القصة وكنت منسجم منسجم منسجم، كان يعني كل ما يقول لي شيء أتفاجأ، هل معقول بشوف منتج سعودي زي كذا؟ خل سعودي خليجي، بشوف شيء زي كذا بلهجتنا؟ انفتنت، تهكرت رسميا. فأتذكرها كانت الظاهر عام 2020 الموضوع هذا، أول التقاء لي واحتكاك لي بطريق الوادي. فلما قريت شيء جديد. الفيلم هذا ما نشوفه حتى، يعني مو بس انه في السعودية، ما نشوفه حتى عربيا. عالميا اوكي موجود، لكن عربيا ما هو موجود اللون هذا اللي هو الفانتازي الاطفال العائلي. ف السكريبت الحالة هو اللي خلاني اقول ابغى طريق الوادي، لان حسيت انه هذه التجربة راح تكون هي اللي اقوى من قبلها، وهي اللي ابغى شيء بعدين يكون زيها.
كان التطوير مأخوذ على أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى لما كنت أنا مع الكتاب يونس البطاط ومحمد البارقي في تطوير النص لأبعاد مختلفة، وتوسعت مدارك القصة أكثر مما كانت عليه. لما كان النص يحتمل فقط يعني عنصر واحد أو عنصرين في القصة، صار عناصر كثيرة، صارت عدد الشخصيات المتحدثة أكثر من 22 شخصية. بعد ما قريت النص كامل على طول أول شيء سويته أنه كلمت الأيجنت، قلت له أنا أبغى ألعب في هذا الفيلم بأي وسيلة كانت. يعني حبيته كثير كثير جدا، وأعتقد حتى أنه يعني هو أكبر محفز بالنسبة لي إني خلاني أكون أوافق أنه أكون موجود في هذا الفيلم. يعني صراحة تفاجأت بالسيناريو، انبسطت، شعور اللي أنا شاري، أنا أبغى العمل هذا. هو عمل من نوع جديد بشكل جديد، بيقدم بطريقة جديدة، إن شاء الله يعجب الجمهور يا رب. سيناريو طريق الوادي أحس إنه حدث جديد مر علينا، يعني كانت القصة فيها شيء من الخيال، فيها أحداث كذا مترابطة مع بعض، تعيش جو السعودية لكن تحس إنه كذا في ديزني. تنوع الشخصيات أحد الأسباب الجميلة أو العوامل الجميلة اللي شدتني لهذا العمل. نتكلم عن شخصية بطل لا تتكلم، وهذا من أحد الصعوبات الجميلة، وأغلبهم يقولون صعوبات، ولكن شفناها تحدي جميل جدا. كان تنوعها جميل بالعكس. اكتشفت جوانب إبداعية في الكتابة ما كنت أعرفها ليوم شفنا هذه الشخصيات الجميلة. وأتذكر أول نسخة طلعت عليها كنص مو سمعت القصة كانت 13-14 تقريبا، فمرت على البروسيس قبل لا أنا أنضم إلى الفريق. هذا الشيء يقول لي أنه النص يعني تعالج وتعالج ومر على البروسيس ونخلق العالم ونحطت القوانين، فكل مرة كنا نقرأ النص it was making sense more، كان مفهوم أكثر، كنت تفهم زيادة. الشخصيات كانت حلوة، شخصيات كانت واضحة، أهدافها واضحة. مرحلة ما قبل الإنتاج هي مرحلة حساسة لأي مشروع سينمائي، يتم فيها توفير جميع المقومات لخلق مشروع سينمائي ناجح، وفيها يتم تحديد ميزانيات الفيلم والجدول الزمني للمشروع، وفيها يتم البحث عن مواقع التصوير وبناء فريق العمل واختيار الممثلين. في مرحلة ما قبل الإنتاج نقدر نعرف المشكلات اللي ممكن تواجهنا ونحاول تجنبها قبل الإنتاج، والتخطيط الجيد في هذه المرحلة يوفر كثير من الوقت والميزانية، والخطة الجيدة ما قبل الإنتاج تصنع توجه واضح لعملية إنتاج الفيلم بالكامل. أتوقع القاعدة الأولى اللي كانت عندنا في البريبرودكشن اللي هو minimize risk كذا alarm شغال عندي أنا، وركان قلل المخاطر. ما كان عندنا كلمة أننا بنروح ما في مخاطر، احنا نعرف في مخاطر، بس وش السبل ولا الطرق ولا الأكويجنز اللي نحطها في هذا الفيلم عشان المخاطر تكون قليلة، بحيث أن لما تجينا مخاطر راح تكون سهل التعامل معها وبسيطة. الطباع الأول كان أوكي هذا مستحيل، يعني عشان نسوي هذا الشيء نحتاج جنود من عالم آخر عشان نسويه، فكان هذا الانطباع الأول عندي. هو هذا أكبر تحدي، إنه حنا نبغى المستحيل في ظل سوق ما فيه هذه الإمكانيات. حنا قاتلنا كفريق، طبعاً ما أتكلم عن ركان شخصي، قاتلنا كفريق إنه حنا نطلع بأفضل النتائج الممكنة واللي موجودة في السوق. الفيلم كان كبير مرة، كان طاقم كبير، يعني أنا أتذكر لما أجي الصباح اللوكيشن وشوف هذاك المكان اللي صورنا فيه جيش، تشوف عالم يا رجل، حتى هم يمشون فترة البريك يطلعون إخبار وراهم هم ماشيين. إيش فيك أنت تتكلم عن 250 شخص؟ في لحظة من اللحظات كنا فوق 250 شخص، طبعاً بوجود الإكستراز وبوجود الفنيين وبوجود الدعم مثلاً اللوجستي لما يكون عندنا مثلاً حشود وإدارة حشود، ويعني أنت تتكلم عن عدد كبير جداً. ما أتوقع أني شفت لوكيشن في السعودية وأتكلم فيلم سعودي بهذا العدد. فيلمنا هذا راح يسوي تحول، لأنه فيه تحدي
ان احنا رحنا مناطق لاول مره نصور فيها، هذه تعتبر تحديات، وان شاء الله هم بيشوفونا طلعنا بالصوره هذه ان شاء الله بيخشون معنا في تحدي، وهذا التحدي راح يطورنا في صناعتنا في السعوديه. على صعيد الانتاج احنا نحتاج وقت طويل. ليه؟ عشان نقدر نجد كل السبل والحلول لصناعه هذا العمل. فمينيموم نبغى 6 شهور. فالكل مستغرب 6 شهور مو بواجد، قلت ممكن يطول يصير 8 شهور. بس من البدايه لازم تعرفون انه نحتاج تحضير كبير. على صعيد اخراج البطل حقي صغير عمره 10 سنوات، انا احتاج كورسات، تدريبات، رقص، باركور، كلاب، كذا. لازم نأهل هذه الشخصية إنها لما تكون في اللوكيشن وقدام الكاميرا تكون هي أكثر استعداد من أي أحد ثاني، مستعدة قبل فريق الإضاءة ولا الكاميرا، تقول لأكشن فاهم وش معنات أكشن. من أهم الأشياء اللي تصير قبل الإنتاج التمثيل، وفيها يتم عمل تجارب الأداء للأدوار الرئيسية والثانوية للفيلم، ويعتبر التمثيل واحد من أهم العناصر الأساسية والحساسة لإنتاج أي فيلم، لأن الأداء قادر على توصيل رسالة السيناريو وجذب المشاهدين للفيلم. اختيار الممثل المناسب للدور قادر أنه يعزز من قوة الفيلم، في حين الاختيار الغير مناسب يزعج المشاهد ويبدأ ما يصدق الشخصيات ولا يحب الفيلم. والممثل الناجح يقدر يحط بصمته في أي فيلم عشان يعطي المشاهد تجربة ممتعة ما ينساها. حبيت الشخصيات مرة، حسيت أنه في، أنا راح أتكلمك من وجهة نظري كاستنج دايركتور، حسيت أنه هنا في تقدر تفرض عضلاتك. يعني الانطباع الأول اللي جاني أنه أوه أنا هنا أقدر أسوي شيء، أقدر أطلع ألوان كثيرة، ناس جدد أو وجهة جديدة، أقدر أتحرك، شيء جديد، لأنه هو يعني بالنسبة للناس شيء جديد، فبالنسبة لي برضو شيء جديد أنه أنا أشتغل على مشروع زي كذا. فيعني الحمد لله. بحكم أنه أول فيلم لي وأول فيلم سعودي لي، يعني مو بس فيلم، أنا أول تجربة سينمائية، فكان الموضوع يخوف بالنسبة لي، لأنه أول تجربة دائماً تفكر أن تبغاها تكون perfect، يعني لما تدخل في عالم السينمائيات تدخل بنص صح يا بلاها. اللي حبيته أكثر من النص أو اللي حمسني أكثر من النص الكلام مع المخرج. يعني أنا دائماً أقول النص هو الأساس، ولكن المخرج هو اللي يشكل هذا الأساس ويلعب فيه. فلما قعدت مع أستاذ خالد وتكلمت معه حبيت النص أكثر، ويمكن شفته من زاوية مختلفة. أنا انبسطت أصلاً أسيل لما قالت أول مرة أحد راح يختارني مو عشان اسمي، عشان موهبتي. هنا أبريشيت إن قدامي تالنت، أنا هنا قدرت إن قدامي موهوبة ومستعدة إنها تدخل في 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 الاوديشن وحتى التدريبات. جلسنا أكثر من جلسة، كانت زوم لأن هي ما كانت موجودة في السعودية وقتها، بس هذا الشيء أعطاني إن هي مهتمة للشخصية ومهتمة لأول فيلم سينمائي لها، إنها تطلع بصورة جديدة ومختلفة عن اللي هي قدمته. بصراحة سكريبت بشكل أساسي، خالد فهد كمخرج أنا من زمان كان نفسي أشتغل معاه، والحمد لله جت الفرصة في بروجكت زي هذا. الكاست صراحة اللي هو يعني في توليفة لذيذة صراحة، في توليفة جميلة من بداية بحمد إلى أسيل إلى الأستاذ نايف خلف، مطلق مطر، منصور عاش، يعني في أسماء كذا، في توليفة حلوة. الثيمة حقت الفيلم والأشياء اللي أنا شفتها في أيام البري برودكشن صراحة اشترتني. أول حاجة أول ما كلمتني أنت ترى كنت أحسبه مقلب، يعني كنت أحسبه أن الموضوع طقطقة، لأنه أنا ما كنت مصدق، لأن ترى هذا الشيء كان ترى حلم، كان طموح بين عيوني. فرحت رددته على أبويا، قلت أبويا أقرأ شوف أنا عجبني ناخذ رأيك. قرأ أبويا كامل، قال لي ريان هذا الفيلم لو يعطونك 5 ريال وافق، وافق على طول روح. فعلى طول كلمتك قلت أنا موافق، ما عندي أي مشكلة، والحمد لله تم قبولي. هلا أبي أصابة. أول شيء كان في عندنا أوديشن اللي بنختار ممثلين، صراحة يعني أحسه موجود ككاستنج دايركتور، ورا كان موجود كسجستشن بعد إنه كيف نسوي، كيف نختار، مين نختار، ومن الأفضل الأنسب. لكن هذا كله ما يهم، لأن لازم المية تكذب غطاس، تيجي تسوي أوديشن أنت فت لهذا الكاركتر، تفضل معنا. تدريبات، ريهرسل،
في بعض الممثلين انا احس انه هو كان ما يحتاج مننا تعب ان نشتغل معه كثير بناء على الخبره السابقه وبناء ان الشخصيه هذه ممكن هو يوم سوى اوديشن كان متمكن منها زياده عن اللزوم، بنقول هو ما شاء الله جاهز يعني مش نغطي اكثر من اللي هو قدمه. قوه النص ساعدت انه الواحد يقول اوكي انا ابغى اسوي اوديشن، طيب خلينا نشوف. بالنسبه لل يعني الصعوبه كانت ما كان في صعوبه باقناع الناس لانه كانوا اول ما يسمعون القصه تشدهم، فكانت ممكن الصعوبة أكثر بنفس الشخصيات إنه هل مو هم يوافقون، هل حنا راح نلاقي الشخص اللي إحنا نبغاه ولا ما راح نلاقي، لأن الشخصيات كلها صعبة تعتبر، فكانت الصعوبة بالنسبة لنا مو بالنسبة للممثل. أولاً السيناريو أنا تعرفت على قريت أول شيء ثلاث مشاهد اللي هي الأوديشن، وكان في يعني نوعاً الأستاذ اللي كلمني كان متردد في عملية الأوديشن يعني، فقلت له بالعكس يا أخي والله أنا ترى ما أراها تقلل من قيمتي إني أعمل الأوديشن، بالعكس أنا يعني لو ما يعني لو أنا مؤمن يعني مثل ما قلت لك مؤمن بأنه من حق المخرج إنه يشوف هذه صناعة جديدة ما هي بنتر الدراما يعني إنه أزعل وأقول لا أروح أشوف المشاهد اليوتيوب ولا شيء، فكنت سعيد قلت لهم لا بالعكس خل من حق المخرج، فجيت عشان أسوي الأوديشن ما عندي مشكلة حتى لو ما قبلت صح؟ لا يقلل من شخصيتي لأن الشخصية المكتوبة قد ما تتناسب معي. فجيت وقرأت الثلاث مشاهد وطلعت ثلاث مشاهد كانت مكتوبة حلو صراحة، لاحظ نتكلم على جزئية من السيناريو ما قريت السيناريو كله، لكن بناءه الدرامي ماشي صح، اختزاله ما فيه لونجير ما فيه إطالة في الشخصيات، الحدث جميل، الموضوع حلو، وانت حلو وانا حلو، قرية حلوة. خليك فري وش فيك انت ماسك مع وش اللي يخلي الفيلم ملهم وما ينسى؟ هل هي الحبكة، الإخراج، الشكل أو الأسلوب؟ مع أن كل هذه الخيارات مهمة لكن ولا واحد فيهم له قيمة بدون الشخصيات. الشخصيات تعتبر قلب وروح الفيلم، هم اللي يخلونا نضحك نبكي ونتحمس، هم اللي يكشفون لنا عن حالات إنسانية ما نعرفها وعن خبايا وأسرار في الحياة، والشخصيات هي اللي تقود القصة من بدايتها إلى نهايتها مع الصراعات اللي تعيشها عشان توصل لأهدافها. في فيلم طريق الوادي كانت الشخصيات مكتوبة بعناية عشان ترتبط بالمشاهد وتعزز من القصة، واستطاع المخرج أن يوظف هذه الشخصيات على الممثلين لصناعة تجربة لا تنسى للمشاهد. في شخصيات ماتت شلناها من الفيلم، وفي شخصيات فجأة موافت. يعني أذكر واحدة من المواقف اللي ما أنسى أني أنا دخلت في وقت البري برودكشن، كان المنتج راكان والشباب جالسين قاعد يخططون وبريك داون ويحسبون وحالتهم حالة، وأنا جاي عندهم شباب السلام عليكم تعلمت حلم، طبعا خير إن شاء الله تعلمت في شخصية، كلهم سووا كذا. وش ذا الشخصية؟ شخصية جديدة. أنا السيناريو من كثر ما كنت قاريه والعالم ما كنت كثير أفكر فيه، قلت لهم القرية ما فيها أحد، أنا الكاميرا ما تقعد في القرية بس طفل يركض وبائع ما في أحد يسولف، أحتاج شخصيات تتكلم في القرية. مين فكان توفيق وسعد، سعد بقى الزل وتوفيق، الشخصيتين هذول كان هدفهم ليس إقحام، ليس والله ما عندنا شخصية أضيف شخصية، لا كان شخصية توفيق شخصية مطلق اللي هو ميدو طبعا وسعد وجودهم الهدف واحد عشان ينطقون أسماء الكاركترز اللي في القصة كاملة، ف80% من أسماء الكاركترز هم اللي قالوها من بداية من بدت المشاهد عليهم إلين آخر شيء بالفيلم. يوم سعود بسمعي مطلق الموضوع مطلق ميدو ديت مشخص بس يجيب لنا أحد من هالسياح يا سعد طفشتنا مين جيب علي المجنون هذا وحليم يبغى لهم ضرب علي ما حد يقدر عليه يعرف شلون ينحاش وناصر ناصر دام هي تولد في الشارع كله من أبوك هذه سهام إيه هذا بنت ناصر سهام تشبهني شوي أحبها كثير لأن مختلفة ولكن عايشة في بيئة نوعا ما تحاول إن هي تكون مشابهة للناس اللي حوالينها للبيئة اللي هي فيها مع إن هي نوعا ما مختلفة وهذا الشيء اللي بنشوفه بالفيلم في البداية لما تكون في الجامعة في مرحلة الجامعة راح تكون سهام المنفتحة نوعاً ما ولما ترجع للقرية تبغى تكون بنت القرية بس ما تقدر هي لسه مختلفة نوعاً ما وهذا الاختلاف هو اللي خلاها تقدر تتعامل مع أخوها علي
تقدر تتعامل معه أو تعرف كيف تتفاهم معه رغم الظرف الصحي اللي هو فيه. فأنا شايف نصر هو شخصية يعني شخصية محافظة لدرجة كبيرة، محافظة لدرجة كبيرة، عانى في حياته ويريد من اللي حوله أنهم يسيرون على نوع ما على الطريق اللي سار عليه والظروف اللي عاشه، لأنه هو يحكم من خلال تجاربه الشخصية في حياته، لكن الحياة متغيرة، التجارب مختلفة، الزمن متغير، الجيل ترى ما هو بعد يعني زيك يعني. فكان خيبة أمل في علي أن علي طلع يعني شوية، أن ابنه طلع رغم أنه من وجهة نظر أبوه مخيب للأمل أو كذا، إلا أنه في الحياة كان مساره حقيقي وصحيح وقدم بذل جهد رغم المشكلة اللي عنده يعني. راشد هو شخص أعزب، متحمس جدا، في 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 حماس مختلف. هو خليني أقول إنه هو حامي طريق الوادي في اعتقاده الشخصي، إنه هو أقوى شخص في طريق الوادي، وإنه المسؤول عن أمن هذا المكان كامل. بنعرف بعدين في القصة قديش ارتباطه بقرية طريق الوادي، وإنه كان عايش هناك، ففي أشياء تربطه بحميمية في هذاك المكان. راشد مرح في أغلب أوقاته، بيحاول إنه يصنع مجد. مشخص شخص مسوي له شركة صغيرة، قائد ومرشد سياحي، ياخذ العالم بأماكن سياحية متعارف عليها، هذه لقمته وهذا شغله. يعني الشخص هذا نقول شخص بسيط جدا، معتمد اعتماد كلي على السياحة وعلى تغيير جو السياح اللي يكونون معه. عنده أولوية جدا بأن السياح اللي يكونون معه جدا مبسوطين وسعيدين في المكان اللي هو قاعد ياخذهم فيه. مها شخصية يعني واحدة حرمة قوية، بس ما هي أخذة مكانها، يعني she's a strong lady. فمجتمع لا يقبل، فبامرأة قوية، زوجها رجل يعني شديد وطلق زعلان. بندر هو العم اللامبالي الاتكالي، هو عنده حلول لكنه يرميها ولا يساهم، وبنكتشف في القصة شخصية بندر أكثر. هو قريب من بنت أخوه سهام، أخوه يعرفه وهو اتكالي على أخوه، طفيلي نوعا ما هو واتكالي من صغره، فمجرد يعطي حلول بلا مبادرات فقط. توفيق وهو يعرف حاجة ممكن كل أهل القرية أو أهل طريق الوادي كلهم ما يعرفونها إلا أهو توفيق. صارت له لعنة وحدث غير التوفيق، وصار توفيق شخص مجنون، يسمع أشياء ما حد يسمعها، يناظر أشياء ما حد يناظرها، وينبه الناس كلهم بأشياء ممكن أنهم هم ما يشوفونها ولا يدرون عنها، لكن ما حد يعرف هذه الأشياء إلا توفيق الحالة. سعد هو بياع سجاد، لكن يعني شخصيته هو شخص مهزوز، لكن بنفس الوقت محتال، يعرف كيف يماطل، هو مطلوب بفلوس كثير. ابن أمير السوق اللي هو ميدو أو مطلق، طول الوقت يعني جالس عند سعد يطالب بالأجار، وسعد يعني صار روتين يومه أنه يفكر بأعذار كيف يتخلص من ميدو بأي طريقة عشان يماطل أكثر وأكثر لين يقدر يسدد يعني اللي عليه. فهد هذا رجل عصابة، مسوي نفسه ذكي، ولكن هو في نفس الوقت غبي، يعني ما يعرف يتصرف، يعني حنون، يحاول انه يطلع اخوياه معاه، عرفت، يكسب لقمه العيش بالسرقه. فهد حبيت الشخصيه ترى.
كذا كأنه مو أنا ترى الحقيقة، بس إنه كذا كان جزء مني كذا في الفيلم. مصطفى ده يعني هو غلبان بس لسه ما مسكش نفسه، يعني بمعنى هو دكتور تمام من الآخر، دكتور بيطري ما بيحبش الحيوانات بس بيحب يأكلها، فهو عنده تناقض غريب في نفس الوقت طيب قوي في نفس الوقت مصلحته فوق الجميع. تنوع الشخصيات الموجود في السكريبت هذا يعني من أجمل الأشياء اللي أنا قابلتني أصلاً في سكريبت طريق الوادي، لأنه في عندك تنوع مو طبيعي، وفي عندك شخصيات كلها شخصيات أخذت يعني كل شوي شخصية تأخذ الضوء خلينا نقول. فكل شخصية من هذه الشخصيات كانت مكتوبة يعني بدقة، في لها بعد عميق خلينا نقول. فأغلب الشخصيات يعني بالنسبة لي كانت جميلة، وكلها كانت يعني كل واحدة لها لون خاص فيها عرفت، فما في شيء شدني أكثر من شيء لأنه كلها كانت عندي، لأنه خاصة أنه أنا شغال بالكاستينج فأنا كل الممثلين لازم أعطيهم حقهم، فأصلاً أنا حبيتهم من قبل لا أعطيهم حقهم عرفت، فما كان فيه أنه في شخصية مفضلة عن شخصية، بس في شخصيات كانت فيها صعوبة بالاختيار أنك تلاقي الممثل المناسب أكثر من شخصيات ثانية. وش تحتاج عشان تكون ممثل؟ الموضوع مو بس حفظ نصوص وارتداء أزياء، الموضوع هو إحياء شخصية متعددة المشاعر وإقناع المشاهد فيها. لكن التمثيل مو شيء سهل، التمثيل يتطلب مهارات متعددة ووقت كافي للتدريب وتقمص الدور والاستعداد بشكل كبير لإحياء شخصية من العدم قادر إنها تلامس مشاعر وإحساس المشاهد. ويعتبر التمثيل أكثر تعقيداً إذا كان دور الشخصية في الفيلم يتطلب أداء معين أو مشاهد حركية أو رقص أو رياضة معينة. وفي فيلم طريق الوادي قدر بطل القصة أن يخوض جميع التجارب والتدريبات اللي تصنع منه ممثل مقنع للجمهور. أنا توقعت أن مرة ولا 1% قلت يا أني بصير حليم يا أني بصير إيش اسمها مع القرية الولاد القرية، بس ما توقعت أني أصير بطل الفيلم، فأنا مرة استنست فرحت. اختيار حمد ما كان من الاختيار السهل جدا او بالتزكيه او بالتوصيه او ان احنا شفناه. اول شرط كان صعب جدا ان نبحث عن طفل ما عمره مثل قبل كذا، ثاني شيء انه يكون جاهز انه يخوض تجربه لتدريبات على مدار 4 إلى 5 شهور، فكان اختيار يعني متعب ومرهق ويحتاج منه وقت كثير. 170 طفل في 5 أيام تقريبا او 4 أيام، شفنا فيها اطفال كثير جدا مبدعين لكن غير مناسبين للدور. حتى بعد ما خلصنا واخترنا الطفل اللي هو حمد قررنا نسوي اوديشن مع الأسرة العائلة إلى أي مدى هم حابين يدعمون هذا الطفل يوقفون معه، واختيارنا الحمد لله كان موفق لأن 6 شهور قضاها معنا حمد في تدريبات الباركور وتدريبات مع الكلاب أو الحيوانات. شوف بداية أول من شاركوني كنت ما أعرف إيش هو، بعدين صرت شوي عرفت، قلت أوكي مدام أني عرفت حاولت أني أجهز نفسي، جاني دعم أبوي جاني دعم من أبوي أمي، فكذا تحمست فصرت عالي. والله منك كالحين حمل ما توقعنا يعني يدي الدور لا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بوجود الأخ خالد وركان والمجموعة كلية، فكان الولد يعني شخصية يعني مو يعني التحرك أو كثير الكلام، بعد ما دخل في المجال ذا بعد التدريبات برضه رياضة وبعدين لزق الكلاب كل ما عليه تتغير، والحمد لله بفضل الله صارت عنده شخصية قوية. فكنت أحب شيء اسمه باركور بالبيت، فكنت أطبقه بالبيت، تعلمت شقلبة بالبيت أشياء زي كذا، فمساعدة أخوي محمد، فبس جيت الباركور هناك حسيت أخذ راحتي أكثر، أركض أكثر، أسوي جامب، أطلع فوق، كنت أول أخاف من عدم ارتفاعات وكسر لي حاجز الارتفاعات. لو الحين أنا ما تدربت باركور كنت الحين ما شفتني على ذا السور ذا واقف. فمثلا شركة فليت كانت تقدم لنا خدمات في تدريب البطل اللي هو حمد في الباركور، أكشن دوغ قدموا لنا فترات طويلة عشان نكسر الحاجز بين حمد وبين الكلاب، وبرضو فادت المخرج إنه الكلب اللي كان صغير يتدرب مع حمد جانا في الست كبير، ما حد يقدر يتعامل معه، يعني
شيء يخوف وريسك عالي، بس احنا سقط عنا الريسك هذا لانه اتدرب. كنت وانا صغير كنت مره احب شيء اسمه كلب، فعشان كذا هذا الشيء شجعني، فابوي حمسني وامي تحسم، يعني كل ما اجي اتوتر بالبيت اجي زي كذا اعلمهم انه زي كذا، فيقولون لا لا تخاف ما عليك ما راح يسوي لك اي حاجه. حمد تقريبا كان ثقافته كان عنده الشغف والحماس الاستكشاف، هذا اللي دفعنا انه يساعدني كمدرب انه ينجز الوقت بشكل قصير. وبالنسبة لحمد اختبرنا معاه وهو كان ثقة وصار يتعلق بالوسائل هذه اكثر من المشاهد الاخرى، وان شاء الله باذن الله بتشوفون شيء عالي المستوى باذن الله. حمد شخصية عفوية وشخصية حبوبة يعني، وانا انبسطت إنه خاض تجربة التدريبات 6 شهور، في كل شهر كنت أشوف إن حمد يتغير، حمد يتطور، هذا هو علي اللي إحنا نبغاه، هذا الشخصية اللي إحنا نتطلع إن نلقاها في المستقبل. اليوم يوم إحنا في اللوكيشن نشوف حمد كيف يأدي وكيف متمكن من كل مشهد يسويه. نكون فخورين إن إحنا كنا مساهمين في صناعة وولادة نجم، وهذا بفضل من الله وفضل من زملائي اللي كانوا مؤمنين بهذه الفكرة، وبدعم من مركز الملك عبد العزيز الثقافي إثراء اللي آمنوا بهذه الفكرة وحسوا أنها فيها مغامرة وتحدي، وأنا هنيهم أنهم كسبوا هذا التحدي. كان التمثيل عندي زيرو، يعني صفر مرة، كانوا مندران عن ذا الشيء، فالحمد لله طورني وخلاني 8/9/10، 10/10، فطلعت الحين بنسبة مرة عالية وطبرني، يعني طورني الحمد لله وخلاني الحين أفضل شيء. الحين كنت أول كنت اسمه كنت أخاف لأن الناس جو حولي جنبي، كنت مرة أخاف ولا أتوتر، كنت أضحك كثير، فعشان ذا كل الشيء فطورني وخلاني الحمد لله إني عادي قدام الناس، علمني ذي الحركة. دي الحركة مرة متوتر قدام ما تقدر تمثل زي الناس فتسوي هذه الحركة، فالحمد لله. إيه بارتن وان هي سوف الأجن بارتن وان دقيقة أكشن. أحد أكبر التحديات في صناعة فيلم خيالي هو خلق عالم موازي يختلف عن عالمنا، لكن بنفس الوقت نقدر نقول إنه مشابه لعالمنا. وعشان نخلق عالم خيالي الموضوع يتطلب مهارات خاصة وتفاصيل دقيقة من تصنيع الأزياء وصناعة الديكور وخلق المؤثرات الحية، وتعتبر تصاميم الإنتاج من بناء الديكور والمؤثرات الخاصة أداة سحرية تكشف عن عالم القصة وتعطي مخيلة للمشاهد للهروب إلى عالم الفيلم الساحر بتشكيل تصاميم وأسلوب مظهر للفيلم من خلال صناعة الديكورات والمواقع اللي تنقلنا للعالم الموازي. طبعاً أنا أؤمن دائماً بالنسبة للبرودكشن ديزاينر خاصة أو مصمم الإنتاج خلينا نقول، ما يعتمد على بصمة أو هوية معينة له، لأنه كل فيلم يروي قصة معينة وفي طابع مختلف. كانت في هناك عناية كبيرة في اختيار الملابس وفي اختيار السيارات، في بعض الأنواع الدقيقة في الأكسسوارات والبروبس، وهذا اللي كان يعني كان يطلع جمال الفكرة، أن الكل مهتم في أدق التفاصيل وأنه ما يبغى حاجة مش موجودة في السيتنج حق هذا الفيلم. الشطر الأول خلينا نقول من عملية أنه الواحد يبني قرية كاملة، من ناحية التصميم، من ناحية اختيار المواد، من ناحية فترة التنفيذ، الزمن، الصعوبات حقة البيئة نفسها، كل هذه الحاجات نحطها في الحسبان. لكن الشطر الأول من البيت إنه يكون الحماس، لأنه عندك أرض فاضية نبغى نصمم فيها، فبالتالي تطلق العنان لأفكارك. لكن يجي الشطر الثاني اللي هو المخاوف من ناحية الوقت، من ناحية الميزانية، من ناحية المتطلبات نوعا ما خلينا نقولها من فريق الفني، لأنه الدي بي مثلاً أو مدير الإضاءة والتصوير له متطلبات معينة من ناحية مساحة، من ناحية فراغات، مساحات، حاجات زي كذا. المخرج يكون محتاج حاجات بالنسبة للمشهد معين، يحتاج له طريق أو تصميم لتنفيذ مشهد معين، هيكون
يحصر شوية. المبالغ، الأجواء، المواد، العمالة أو التكنيك أو هل متوفرة في هذه المنطقة أو ما هي متوفرة، فهذه حاجات كلها هذا شطر ثاني هو اللي يخوف. احنا رايحين هناك معنا كل شيء، رايحين مكان نائي، ما نبي نرجع ونقول اوه نقصنا شيء، ما نقصنا شيء. فروحنا بكل احتياطاتنا بكل اسلحتنا، حتى اتذكر فكينا المكتب حقنا كامل كلير ايمج فكيناه وجبناه للجنوب. انا اتذكر فوق الست تركس او سبعة تركس رايحه شو اسمه للجنوب. فتتكلم انت انه اخذنا كل ما عندنا في الرياض وجينا، كل ما عند الار تيم وجينا، ما خلينا شيء في الرياض، ما نبي نرجع قصر علينا شيء واحد. واحدة من النقاط الأساسية خلينا نقول إنها في منطقة نائية. طيب في منطقة نائية هذا طبعا احنا بنتكلم عن المواد، بنتكلم عن العمالة، ثقافة العمالة، هل الإمكانيات حقتهم، هل يقدروا يسوون. نحن في صناعة أفلام لنا حاجات أو متطلبات خاصة، أوقات خاصة، أوقات يبغى لها عمل شاق ويبغى لها يعني ناس مهيئة وعندهم خلفية في هذا المجال، مو أي واحد ممكن يده. وتعتبر الجنوب أرض بكر وحسير نفسها أرض خصبة ما تم اكتشافها كثير في الميديا السعودية. وجودنا اليوم حنا عشان مو نسلط الضوء على عسير بشكل كامل، لا، لأن نستفيد من هذه الجمالية الطبيعية الموجودة في هذه الأرض ونطلعها في نطاق القصة بشكل جميل، وإن نقول هذه الأرض موجودة. التصوير السينمائي مو بس مرحلة تقنية، بالعكس تعتبر من أهم المراحل الإبداعية في صناعة المشهد السينمائي اللي تقدر تأثر على إدراك الجمهور في تفسير القصة. وتعتبر أحد الوظائف الرئيسية في التصوير السينمائي هي تحديد هوية وشخصية الفيلم. التصوير السينمائي أداة أساسية لسرد قصة الفيلم ويؤثر على تفكير وفهم الجمهور للقصة. حاولنا نعطي كل مشهد في رحلة علي حس مناسب من ناحية الحركة، من ناحية تأزم الوضع أو ارتخاء الوضع، أو هذا اللي مشينا عليه. حتى الكاميرا كانها قاعدة تصطحبك، هي صارت علي، أنت علي، كلنا مصطحبين وراها، ورا علي، قاعدين نكتشف المكان بنفس عيون علي. علي أول ما شاف المكان شاف أجزاء وراح يكتشفه جزء 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 إلى أن اكتشف المكان بحجمه الكامل. بشوف أنه أسلوب تحركة الكاميرا اللي إحنا مشينا فيه هناك ما هو مصادفة، بس أنه إيش مقصود، أنه أوكي أنت عيش كمشاهد كأنك قاعد تشوف من عين علي. تعتبر صناعة الأفلام رحلة ما تعرف الهدوء، وهي اختبار للكوادر والمهارات الفنية. وخلف عدسة أي مشهد ناجح مجموعة كبيرة من المبدعين وفريق استثنائي يكرس نفسه لهذا الفن، محولاً الأحلام إلى واقع. وفي رحلة إنتاج فيلم طريق الوادي كانوا مبدعين وطاقم العمل على أتم استعداد لخلق تجربة فريدة من نوعها. ونقدم شكرنا وامتناننا لكل شخص ساهم في إنتاج هذا العمل وكان سبب في نجاحه، تحت مسؤولية ودعم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء. صنعت هذه التجربة لتثري العالم. وأنا حزين أني بنطلع اليوم نخلي القرية اللي عشنا معها فترة طويلة، فلما نشوف الشباب قاعد يسوون إزالة وشلون تحس أن جزء منك راح. يعني لما جيت وشفت القرية في البداية حسيت أنه أوه في الآن بدأت علاقة كبيرة بيني وبين هذه المباني اللي كنت متخيلها بس ما كنت شايفها على أرض الواقع. واليوم لما يشوفون الدريسنج، يشلون الدريسنج من هذا المكان، يشلون جميع الديكورات والأشياء والأزياء، في القلب غصة. يعني ودنا ما نمشي، ودنا نقعد هنا للأبد، ودنا طريق قرية الوادي ودنا تكون قرية حقيقية وقابلة للعيش والسكان موجودين زي ما كان سعد وميد وأبو مطلق وناصر وحليم. الحياة والصوت اللي كنا نسمعه في 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 الفيلم هو صوت حقيقي، مو صوت مركب، هو صوت الناس اللي عايشين هنا في أثناء التصوير. فعدم وجودهم اليوم تحس أن المكان مهجور، لكن إن شاء الله ربي يجمعنا وياها وياهم وياكم في أعمال قادمة.
نرجع نحيي في القرية ونحيي المكان اللي استقبلونا وتحفونا بساعة صدر. الله كريم وإن شاء الله تجربنا القادمة تكون لا تقل عن هذه التجربة. شكرا لكم.